إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن والى عليهم مواسم الخيرات ليتزودوا من الطاعات والقربات، فترتفع لهم الدرجات وتحط عنهم الخطيئات. فإننا كنا في شهر رمضان، ثم بعد ذلك جاءتنا ست من شوال، ثم بعد ذلك العشر من ذي الحجة، ثم ها نحن في شهر الله المحرم الذي هو من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى. فقد شرع الله عز وجل لنا في هذا الشهر العظيم الصيام، الذي هو من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والصيام من أجل الأعمال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بعمل لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، وفي رواية: لا عدل له. فالصوم عبادة جليلة، عبادة عظيمة، علينا أن نكثر منها في هذا الشهر المعظم. فصيام شهر محرم كاملا من السنة، أو صيام أكثره من وصيام أكثره من السنة، وإن صام بعضه فإن ذلك أيضا من السنة. وإن أعظم أيامه صوما وأكثره أجرا صيام يوم عاشوراء، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فهذا الشهر المعظم يا عباد الله، عظمه الله عز وجل وعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من الأشهر الحرم التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد جاء في الأدلة الشرعية معرفاً معظماً، فلم يأتِ حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه هذا الشهر معرَّفًا بالألف واللام، تعظيمًا وتشريفًا لهذا الشهر العظيم. عباد الله، إن هذا الشهر العظيم فيه يومٌ من أيام الله العظيمة، وهو يوم عاشوراء. فيوم عاشوراء قال عنه صلى الله عليه وسلم: يومٌ من أيام الله. نعم، هو يومٌ من أيام الله، فيه الفرقان بين الإسلام وبين الكفر، فيه الفرقان بين التوحيد وبين الشرك. نجى الله فيه سبحانه وتعالى نبيه ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل، ونصرهم على طاغية الكفر أطغى أهل الأرض، وهو فرعون، ومن كان معه من الكافرين. قال سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة، في اليوم الذي نصر الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وملئه: فلما تراءى الجمعان
قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذه يا عباد الله نهاية أهل الكفر والطغيان، أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة يا عباد الله أكثر الله عز وجل في كتابه من ذكرها، وأعاد تكريرها بيانًا لعظمتها، لما فيها من ظهور عاقبة الموحدين وعاقبة المجرمين، وفيها من براهين التوحيد، وفيها من براهين التوحيد، وفيها من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهي قصة عظيمة، هي أكثر القصص ذكرًا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتأمل هذه القصة، وأن ينظر في تفاسير أهل العلم والذين استنبطوا منها فوائد كثيرة، واستنبطوا منها أحكامًا كثيرة، واستنبطوا منها توجيهات كثيرة. فعلى المسلم أن يراجع هذه التفاسير، وأن ينظر في كلام أهل العلم على هذه القصة العظيمة. عباد الله، إن يوم عاشوراء هو يوم الفرقان بين الكفر والإسلام، بين الشرك والتوحيد. نعم يا عباد الله، يوم عاشوراء يوم يتذكر فيه المسلم عقيدة الولاء والبراء، يتذكر فيها أنه مسلم معتز بدينه، يتذكر أنه مأمور بطاعة ربه، وأنه مأمور بعداء أهل الكفر والطغيان. عباد الله، من فضل يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظمه قبل الهجرة وبعد الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية مع قريش، وكان يصومه في مكة، وصامه أيضًا بعد أن هاجر إلى المدينة. فهذا اليوم يا عباد الله كانت تعظمه بعض الملل الكافرة كاليهود وكقريش الوثنية، وقيل إن هذا من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه معهم في الجاهلية، وصامه في الإسلام في مكة، وصامه في المدينة. وهذا يدل على فضيلة هذا اليوم وعلى فضيلة صومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صيام يوم عاشوراء حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. ومن فضل هذا اليوم العظيم أن صيامه كان في أول الأمر واجبًا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة أمر رجلًا من أسلم بأن ينادي في الناس فيقول: من كان صائمًا فليواصل، يعني فليواصل صومه، ومن كان مفطرًا فليمسك، فإن اليوم يوم عاشوراء. فذكر أهل العلم أن هذا يدل على أن يوم عاشوراء كان واجبًا في أول الأمر، وقد نُسِخ الحكم بعد نزول وجوب صيام شهر رمضان، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك كان وجوب صيام يوم عاشوراء في السنة الثانية من الهجرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في شهر ربيع الأول، فلم يصم يوم عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة، بل صامه صلى الله عليه وسلم في مكة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصحابة في الحث على صيامه، كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا عليه، يعني على صيامه، ويتعاهدنا عنده، أي عند يوم عاشوراء. فلذلك يا عباد الله
من السنة أن نتعاهد هذا الأمر العظيم، وأن نذكر بعضنا بصيام يوم عاشوراء لما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ويستحب يا عباد الله أن نصوم صغارنا وصبياننا على أن نصومهم هذا اليوم المبارك وهذا اليوم العظيم، كما كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم يفعلون ذلك، فقد كانوا يصومون الصبيان ويصومون الصغار ويلهونهم عن الطعام بالألعاب حتى يواصلوا صيام يوم عاشوراء. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمراتب صيام يوم عاشوراء ذكر بعض أهل العلم أنها أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم ثلاثة أيام، التاسعة والعاشرة والحادية عشر. والمرتبة الثانية أن يصوم التاسعة والعاشر. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشرة والحادية عشر. والمرتبة الرابعة أن يصوم اليوم العاشر فقط. والصواب يا عباد الله أن المرتبة الأولى هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيام التاسع مع العاشر. فمن صام التاسع والعاشر فقد وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وإن صام رجل يوما قبله أو يوما بعده على الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم فلا بأس بذلك، فإن صيام شهر الله المحرم مستحب مطلقا. والمرتبة الثانية أن يصوم اليوم العاشر، وصيام اليوم العاشر وحده لا يكره على الصحيح من قولي أهل العلم، وذلك لأن الفضل وارد في نفس هذا اليوم وهو صيام يوم عاشوراء، وذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله لم يصم إلا يوم عاشوراء، ولكن في آخر سنة قبل أن يقبض صلوات ربي وسلامه عليه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي زيادة في مخالفة أهل الكتاب. ومن صام كما ذكرنا ثلاثة أيام أو صام اليوم العاشر مع الحادي عشر فلا بأس في ذلك، والأمر في هذا واسع. عباد الله، إن شياطين الإنس يلبسون على الناس في كل سنة في صيام الفضائل، لأن صيام الفضائل أشد عليهم من الجبال فوق رؤوسهم. فعلينا يا عباد الله أن نتعاهد هذا الأمر في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل، في المساجد وفي البيوت وفي كل مكان. فأخذ أهل الباطل يشبهون، وللشبهات يعيدون، وإن عادوا عدنا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقد يقول قائلهم ومبطلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه جاء إلى المدينة ورأى اليهود يصومون، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف جاء ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء ويوم عاشوراء في شهر الله المحرم وليس في شهر ربيع الأول؟ وهذه شبهة يرددونها في كل سنة وينشرونها تلبيسا على المسلمين. ورد عليهم من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة في شهر ربيع الأول ورأى اليهود يصومون في شهر الله المحرم في السنة التي بعدها، لأن الكلام فيه تقدير محذوف، والعرب كانت تحذف الكلام المعروف من السياق
لأن السياق يدل عليه، وهذا معلوم في لغة العرب، ولكن هؤلاء أتوا من جهلهم بلغة العرب. والوجه الثاني أن الأمر على ظاهره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في شهر ربيع الأول ورأى اليهود يصومون في شهر ربيع الأول يوم عاشوراء، ويكون صوم اليهود لأنهم كانوا يعتمدون على الأشهر الشمسية ولم يعتمدوا على الأشهر القمرية التي بها تضبط الأمور الشرعية. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلذلك من اعتمد على الأشهر الشمسية فلا بد أن يقع في الخطأ وأن يصوم يوم عاشوراء في غير وقته. والوجه الثالث في الرد عليهم أن اليهود والكفرة معروفون بتحليل الحرام وتحريم الحلال، كما قال سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وقد كانت اليهود تحل الحرام وتحرم الحلال حيلة على الله سبحانه وتعالى، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فيكون اليهود قد أحلوا عاما وحرموا عاما فأخطأوا في صيام يوم عاشوراء. ولذلك يا عباد الله، ليس في الحديث مطعن، لأن الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه، ويرد على هؤلاء المبطلين بهذه الثلاثة بثلاثة الأوجه التي تدمغهم وترد باطلهم. ومن شبهات أهل الباطل في هذا المقام يا عباد الله أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه باليهود، وحاشا وكلا أن يتشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عاشوراء إلا اقتداء باليهود عندما جاء إلى المدينة وسألهم عن يوم عاشوراء فصامه تقليدا لهم. فالرد عليهم يا عباد الله أن يقال لهم: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مشابهة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال صلى الله عليه وسلم محذرا: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مشابهة اليهود والنصارى ومن المشركين أجمعين، فكيف يتشبه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن يأتي إلى المدينة، فقد كان يصومه في الجاهلية مع قريش، وكان يصومه في مكة، وصامه أيضا في المدينة. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود هو سؤال استفهام واستعلام، لا سؤال اقتداء ومتابعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أنه أحق بموسى عليه الصلاة والسلام من اليهود الكافرين المحرفين، فلم يقلدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتابعهم، بل كان يصوم قبلهم. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود حتى في صيام يوم عاشوراء، وذلك لأن اليهود كانت تصوم يوم عاشوراء وتتخذ ذلك اليوم عيدا، وهذا من تناقض اليهود، فإن الأعياد لا تصام، وليست هذه بأول تناقضات اليهود، فإنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا تناقضا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بأن صامه ولم يتخذه عيدا. وعلى ذلك ذكرنا أن مجرد صيام يوم عاشوراء لا يكره، لأن في الصيام مخالفة لليهود، لأننا لم نتخذ ذلك اليوم عيدا. والوجه الثاني أيضا في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في صيام يوم عاشوراء
أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي زيادة في مخالفة اليهود. فكيف يأتي مشبه ويشبع على الناس ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه باليهود؟ حاشا وكلا أن يتشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود وبالنصارى وبأهل الكتاب، بل إن يوم عاشوراء يذكرنا بمفارقتهم وعدم متابعتهم. وهذا يا عباد الله يفيدنا أن نذكر أبناءنا ونذكر مجتمعنا بهذا الأمر العظيم الذي تساهل فيه اليوم كثير من الناس بمتابعتهم لهؤلاء المشركين في تقاليدهم وفي قصاتهم وفي لباسهم. وهذا والله يا عباد الله من الأمور المنكرة التي قل التذكير عنها وإنكارها بين المجتمع. فيا عباد الله عظموا ما عظمه الله سبحانه وتعالى، عظموا هذا الشهر المعظم وعظموا يوم عاشوراء. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فصوموا يوم عاشوراء وصوموا أهاليكم وصوموا صبيانكم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن إلى الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم ارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعين على الخير، تذكروا به يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.